الدعوة والفتوى وظيفة ولا شيء يقتدى به؟ يعني اللي يقدم دعوة وفتوى الناس تقتدي به ولا دي وظيفته؟ شوفي أقول لك، أولاً نيجي الكلمتين الدعوة والفتوى. الدعوة بالته، الدعوة إلى الله يعني الدعوة. أفاجئك وأفاجئ أشاهديك بإن جميع الأمة الإسلامية دعاء، جميع الأمة بدليلي بإيه؟ بدليل قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. دعوة ولا مش دعوة؟ وقال كنتم، بس يعني مش كلهم بيفتي يا اختي شاطرة، ما تلعبش معايا بالألفاظ يا دكتور من أولها. لا أنا ما بعرفش اللعب، أنا كنت شاطرة في اللغة العربية. استني وبعدين بطاقة حضرتك معايا، أنا مش هرجعها لبعض الحلقة. استني يا منى هانم، أنا ما بلعبش أول. ومناسبة كلمة ما بيلعبش دي، كان في زي آية قرآنية في قريتنا زمان أول ما نشأت اسمها اللي بيلعب بايظ. عشان كده أنا بيني وبين اللعب خصومة إلى وقتنا هذا، عمري ما لعبت كور لأن أكره أن يقال فيا بايظ. طب يعني لما قيل في القرية إنه اللي بيلعب ده بايظ، بقت قاعدة خلاص؟ لا ما بقتش بقى اللي قاعدة بيلعب بايظ، بقى كل دلوقتي بيسعى وبقت مرتبطة بالكرة بس، بقى كل واحد دلوقتي بيسعى لكي يكون لاعبا أو ابنه لاعبا لما يحصل عليه اللاعبون من مال وفيه. يعني لو فيها مال تبقى حلوة، لو ما فيهاش تبقى بوظان. اسأليهم بقى من 60 سنة فاتت وحضرتك ما سألتهمش ليه وخدت منهم ليه واتكلت على الله؟ ما بس أقول والله أنت بتفتحي فيها حاجات، خدت واتكلت على الله ومشيت وصدقت. ما اسألهمش أنا. أحكي لك موقف بس. كان فلاح جارنا بيكلمني على جاموسة وبقرة وعجلة أبويا الله يرحمه كان قاعد على المصطبة قدام البيت، بعد ما انتهى الحوار قال: خد يا مبروك. قلت له: نعم. قال: كان بيقول لك إيه؟ قلت له: كان بيقول الجاموسة وقعت والبقرة ولدت والبتاع. قال: ده هيجي لك سؤال في الفقه نمرة كام في الامتحان. قلت له: مش جاي. قال: يبقى ده عدوك اللي بيضيع وقتك وبيكلمك على حاجة لا هتقدم ولا هتأخر في امتحانك، يبقى عدوك أقسم بالله من يومها. طب يعني هي الحياة يا دكتور مبروك امتحان؟ الحياة ما بقتش معجنة إلا لما تدخلنا بأكثر من اللازم. أنا مطلوب مني شرعا وعرفا وعقلا واجتماعا أبتسم في وش الخلق وأكلم الناس بالشورت أنسر. الله يسترك يا أمي، شكرا، العفو، أهلا وسهلا، كتر خيرك، وأشوف ورايا إيه قبل ما ننسى وأزعل لما أفتكر. جميع الأمة الإسلامية دعاء إلى الله كل حسب علمه. في واحد يكون داعية إلى الله بأمره بالصبر المبتلى، يقول له اصبر يبقى دعا إلى الله. بس أنا مش بتكلم عن الدعوة بشكل عام يا دكتور، أنت أنا بتكلم على اللي وظيفته ده اللي بيشتغل. أنت جمعت بين كلمتين، الدعوة عامة والفتوى، ولكن مش كل المسلمين بيعملوا بالدعوة كوظيفة، مش كل المسلمين بيتربحوا أو بيتقاضوا أجر من الدعوة. أقول لك بس على حاجة، ده طبعا سيبك موضوع الأجر، يعني أنا ممكن أبقى داعية بأخلاقي بخلقي بحسن تعاملي، ده فايل تاني. تعالي للفتوى بس. الفتوى لا تكون إلا من عالم بصير. وأضيف لمعلومات حضرتك معلومة تهزلك الدنيا دي كلها. كل اللي انت شايفاه ده في البرامج الدينية والفتاوى على الهوى وفتاوى فتاوى فتاوى ليس فتاوى. أمال إيه؟ أسئلة وإجابة. زي اللي حضرتك بتقدم أسئلة وأنا وإجابة، وأنا وغيري أسئلة وإجابة. أيوة بس هي أسئلة وإجابة، الإجابة تحمل فتوى. لا أبدا، يعني لما قول اسأليني يا منى هي إيه الفتوى حبيبتي. طب إيه الفتوى يا دكتور؟ حل إشكال. طب وهل أنا لما أقول لك أنا فطرت يومين في رمضان وأقول لك صوم غيرهم في غير رمضان حليت إشكال؟ لا بس إجابة حضرتك بتبقى ملزمة. بس لا مش ملزم، يعني حل إشكال للمتصل. لا مش هندخل في موضوعات كتير، على قد سؤاله. أنا حقولك على قد طلبه. أنا هقول لك يا حبيبتي الفتوى حل إشكال. أديكي مثال للفتاوى. ذكر أبو حنيفة إن أخين اتجوزوا أختين، جه ليلة الدخول كل واحد دخل على امرأة أخوه يحسبها امرأته. كويس؟ نعمل إيه دلوقتي بقى؟ فأبو حنيفة شاف بعد ما قال لكل واحد: هل أعجبتك التي دخلت عليها؟ قال له: نعم.
قال كل واحد يقول لمراته انت طالق. وما دام كل واحد قال لمراته انت طالق ولم يدخل هو المطلق عليها يبقى ملاش عده. يبقى تستطيع انها تتجوز اللي دخل عليها في نفس الوقت. ده مين يجيبها غير ابو حنيفه؟ طب ابو حنيفه عالم الحيل الشرعيه، دكتور مبروك عطيه عالم ايه؟ مبروك عطيه صفوه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد بن حنبل.